السلام عليكم البنات، بغيت نوجد معكم واحد الباربة اللي مفيدة لصحاب فقر الدم ولا الوليدات اللي ما تيبغوش ياكلوها. وصفة غادي نفع مزيان. السلام عليكم البنات، جمعة مباركة. انا نصايب معكم عصير الباربة اللي مفيد للصحة وصحاب فقر الدم وتا الوليدات، صحي وتيجيني المذاق ديالو رائع اللي تنستعمل فيه يطرو ديال اللبن، سكر سنيدة حسب الذوق، كاس رايبي، سكر الفاني، والباربا ديالنا. انا تنشد الباربا تنحكها، ما تنبغيش نقطع اطراف ونديرها في الطحانه في مونينيكس باش ما تتبقاليش بحبيبات. مهم هنا حكيت البربة ديالي، غادي نوجد دابا باش نطحنها. تنجيب مونينيكس تنخوي فيها البربة، تنزيد عليها الفاني وديك رايبي، وغندير 2 معالق ديال سنيدة، وكل واحد تيدير على حسب الذوق ديالو هو والحلاوة اللي تيبغي. وغادي نخوي عليها هادي طرو ديال اللبن، وغادا نطحن كل شيء. هالبربة ديالنا وجدات. الى لاحظتوا فين تنكون تنخويها في الكاس تتكون خيط واحد، يعني راه مليينه. هالعصير ديالنا وجد، واللي زينتو بقطع الليمون تيجي المذاق ديالو زعما صراحه رائع رائع جدا. وبصحتكم وراحتكم. We'll be right back.